يشيع الوزير الشهيد محمد شطح ومرافقه الشهيد محمد طارق بدر غدا الأحد في وسط بيروت، وسيصلى على جثمان الشهيدين في مسجد محمد الأمين، حيث يوارى في الثرى قرب ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه الشهداء. وتقبل تعازي النساء والرجال اليوم في قاعة الرئيس الشهيد رفيق الحريري في مسجد الأمين من 10 صباحا وحتى 6 مساء، ويوم غدا الأحد قبل الدفن وبعده. كما تقبل التعازي في طرابلس يومي الاثنين والثلاثاء من 10 صباحا وحتى 1 من بعد الظهر، ومن 3 عصرا وحتى 6 مساء في فندق الكواليتي إن. وكان الرئيس فؤاد السنيورة ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري السيد نادر الحريري قد تقبل التعازي من الرئيس المكلف تشكيل الحكومة تمام سلام، ومن الوزيرين مروان شربل ووائل أبو فعور، ومن حشد من النواب والشخصيات، بالإضافة إلى السفير الأمريكي في لبنان ديفيد هيل، وسفيرة الاتحاد الأوروبي أنجلينا أوخرست، ووفد كبير من قطاع الشباب في تيار المستقبل، ووفود شعبي. في بيت الوسط لقاء نيقي 14 من أذار، ورئيس فؤاد السنيورة ينعي الوزير السابق محمد شطح الذي سقط صباح اليوم بيد المجرم الذي تعرفونه، قال الرئيس السنيورة، وتفكرون فيه وتؤشرون عليه، المجرم الذي يهددنا كل يوم، المجرم الذي لن ندعه ينتصر ولن ينتصر. إلى بيت الوسط كان من المفترض أن يصل الوزير السابق المستشار محمد شطح. على الطريق نجحت يد الإرهابيين في قتل الوزير، والاجتماع الذي كان مقررا للبحث في الشق السياسي من أعلان طرابلس تحول إلى اجتماع موسع لعدد من شخصيات قوى 14 من أذار الذين جاءوا مستنكرين الجريمة. ومن بيت الوسط خاطب رئيس كتلة المستقبل النيابية الرئيس فؤاد السنيورة اللبنانيين، مؤكدا أن الجواب على الجريمة لبنان، الحرية والكرامة والعيش المشترك. أيها اللبنانيون، ننعي إليكم شهيدنا البطل الدكتور محمد شطح الذي سقط صباح اليوم بيد المجرم الذي تعرفونه وتفكرون فيه وتؤشرون عليه، المجرم الذي يهددنا كل يوم، المجرم الذي لن ندعه ينتصر ولن ينتصر. القاتل هو نفسه الذي يوغل في الدم السوري واللبناني. القاتل هو نفسه من بيروت إلى طرابلس إلى صيدا إلى كل لبنان. القاتل هو نفسه، هو وحلفاؤه اللبنانيون من درعا إلى حلب إلى دمشق إلى كل سوريا. القاتل نفسه يستهدف أبطال لبنان منذ تشرين 2004 إلى اليوم، وقبل أسبوعين من انطلاق عمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بجريمة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، قتلوا محمد شطح. الرئيس السنيورة طلب بإحالة ملف هذه القضية إلى المحكمة الدولية. إننا في قوى 14 من آذار نطالب ونؤكد على ضرورة تحويل ملف هذه الجريمة إلى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. أيها اللبنانيون، لا تخافوا ولا تتراجعوا، المجرم هو الذي يجب أن يخاف، لأن الحق خلفه وسيدركه. سيبقى لبنان لكل اللبنانيين بلد التنوع والحرية والعيش المشترك رغم أنف المجرمين. لبنان لن يكون للقتلة ولا للمجرمين. الرئيس السنيورة أشار إلى أن الاجتماعات ستبقى مفتوحة لمتابعة تداعيات الجريمة. اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن اغتيال الوزير السابق محمد شطح رمز الاعتدال والكلمة والفكر والحوار، شكل رسائل تهويلية عدة، ووجود لبنان كدولة بات على المحك. إن اغتيال محمد شطح رمز الاعتدال والكلمة والفكر والحوار، يضاعف الأسئلة حول المدى الذي بلغه ضيق صدر أهل الهيمنة والإلغاء والسلاح. أهل لهذه الدرجة أزعجهم محمد شطح؟ أهل هكذا يحاربون التكفيريين من يدعون التباكي على ضحايا التكفيريين كل يوم؟
أهل مثل هذا الاغتيال يستولد محمد شطح ثانيا أم أبو محمد الجولاني آخر؟ ما هو ذنب محمد شطح؟ لماذا هو بالذات؟ هل لأنه معتدل وصاحب حجة ومنطق؟ لكنهم بقتل محمد شطح تمادوا كثيرا. لن نلينا ولن نتراجع في الكباش ولعبة عد الأصابع والإلغاء الجسدي والتهويل المعنوي. إن اغتيال محمد شطح لا يمكن التعاطي معه كجريمة منفردة ومعزولة في الزمان والمكان. إنه جريمة نفذتها أياد محترفة وتندرج في سياق مسلسل الاغتيالات التي استهدفت وتستهدف قادة 14 دار ورموزها. كلمة اغتيال مستشار الرئيس سعد الحريري الشهيد محمد شطح أثارت موجة ردود فعل منددة ومطالبة بكشف ملابسات هذا العمل الإرهابي. رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط أجرى اتصالا بالرئيس سعد الحريري معزيا. رئيس الجمهورية ميشيل سليمان وصف جريمة اغتيال مستشار الرئيس سعد الحريري محمد شطح بالعمل الجبان، وقال مهما كانت الرسائل التي يحملها ويوجهها لن تزيد اللبنانيين إلا إصرارا على الحفاظ على بلدهم واحة سلام واستقرار وحوار في وجه الإرهابيين الذين لا يعرفون سوى القتل والتفجير والتخريب وسيلة لإثبات وجودهم. رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي اتصل بالرئيسين سعد الحريري وفؤاد السنيورة معزيا اعتبر أن هذه الجريمة الإرهابية المروعة إنما تهدف إلى إبقاء لبنان في ساحة التوترات، وهي حلقة في سلسلة يبدو أنها طويلة لتحويل لبنان إلى ساحة لتصفية الحسابات ومحاولة إيقاع الفتنة بين طوائفه ومذاهبه. رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي دان اغتيال شطح وقال إن هذا الاغتيال استهدف شخصية سياسية وأكاديمية معتدلة وراقية. الرئيس المكلف تمام سلام رأى أن هذه الجريمة الإرهابية يجب أن تكون حافزا لتفعيل المؤسسات السياسية الدستورية من خلال تشكيل حكومة المصلحة الوطنية التي تتصدى لاحتياجات البلاد الأمنية والاقتصادية والاجتماعية بعيدا عن الصراع السياسي المستفحل. البطريرك الماروني الكاردينال مربشار بطرس الراعي اعتبر أنه باغتيال شطح خسر لبنان وجها مشرقا من الفهم والاعتدال ومحبة الوطن كيانا وشعبا ومؤسسات. النائب وليد جنبلاط اعتبر أن اغتيال مستشار الرئيس سعد الحريري محمد شطح هو رسالة شديدة السلبية لكل المعتدلين من المفترض أن تواجه بمزيد من الاعتدال. النائب بهية الحريري دانت الجريمة واعتبرت أنها تشكل فصلا جديدا من فصول الإجرام والإرهاب الذي يتعرض له لبنان منذ العام 2005، وتابعت من يقف وراء هذه الجريمة النكراء هو نفسه من اغتال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وباقي الشهداء، وأن الاغتيال اليوم هو رسالة دموية تستهدف رؤية ونهج رفيق الحريري ممثلا بالرئيس سعد الحريري ولبنان أولا لما يمثل الشهيد شطح من رمز لهذه الرؤية ولهذا النهج. رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشيل عوندان اغتيال شطح وقال لم تعد الإدانة كافية. النائب بطرس حرب اعتبر أن استهداف مستشار الرئيس سعد الحريري محمد شطح بالتفجير الدموي هو استهداف للديمقراطية ولخط الاعتدال الذي كان ينتهجه ويمثله ويسلكه الشهيد محمد شطح. حركة التجدد الديمقراطي دانت الجريمة النكراء التي استهدفت قيم شطح واعتداله وحياته ودوره. اللواء أشرف ريفي قال مخاطبا من سماه المجرم الكبير الموعد معك تحت قوس العدالة الدولية فهي آتية حتما وستحاسب على كل نقطة دم سفكتها والموعد قريب. حزب الله دان بدوره جريمة اغتيال الوزير محمد شطح ورأى أن هذه الجريمة البشعة تأتي في إطار سلسلة الجرائم والتفجيرات التي تهدف إلى تخريب البلد، وهي محاولة آثمة لاستهداف الاستقرار وضرب الوحدة الوطنية، ولا يستفيد منها إلا أعداء لبنان. نعت السيدة نازق رفيق الحريري الوزير السابق وكبير مستشاري رئيس الحكومة السابق سعد الحريري محمد شطح ومرافقه محمد طارق بدر والشهداء الذين استهدفتهم يد الإرهاب في قلب العاصمة بيروت. وتوجهت السيدة نازق رفيق الحريري باسمها وباسم عائلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري إلى أسرة الدكتور محمد شطح وأهالي الضحايا الأبرياء وإلى الشعب اللبناني بصادق مشاعر التعزية والمؤساة، راجية المولى عز وجل الرحمة الواسعة والمغفرة للشهداء جميعا والشفاء العاجل للجرحى الأبرياء.
وأشارت إلى أن لبنان خسر مجددا شخصية وطنية متميزة ورائدا من رواد الحوار والاعتدال ورجل فكر وحكمة وحضارة اتسمت مسيرته بالدفاع عن قيم الوحدة والوفاق والحرية والعدالة وبالعمل من أجل قيام لبنان الحر السيد المستقل والمزدهر. أعلن مصدر سعودي مسؤول أن المملكة تتابع بقلق وانزعاج كبيرين حادث التفجير الإرهابي الشنيع الذي شهدته العاصمة بيروت صباح أمس، وإذ استنكرت المملكة وبشدة هذا العمل الإجرامي الجبان، جددت دعوتها لكافة الأطراف اللبنانية الاستماع إلى لغة العقل والمنطق وتغليب مصلحة الوطن على المصالح الفئوية الضيقة، مشددة على ضرورة بسط سلطة الدولة وجيشها على الأراضي اللبنانية لإيقاف هذا العبث بأمن لبنان واللبنانيين. وفي هذا السياق جددت السفارة السعودية في لبنان تحذيرها لمواطنيها بعدم السفر إلى لبنان، كما حضت مواطنيها المتواجدين حاليا فيه العودة إلى أرض الوطن حرصا على سلامتهم. وكان السفير السعودي في لبنان السفير علي عوض عسيري قد رأى أن استهداف الوزير محمد شطح رحمه الله عمل مدان بكل العبارات، بما هو عمل إرهابي يرمي إلى استهداف الاعتدال واستقرار لبنان. وقال في تصريح له من المملكة العربية السعودية: قلوبنا مع لبنان الذي فيه متسع لكل أبنائه، وأدعو الجميع إلى الهدوء وتحكيم العقل. وتوجه عسيري بالتعازي من رئيس الجمهورية ورئيس سعد الحريري ومن أهل الفقيد ومن أهالي الضحايا، داعيا الله إلى حماية لبنان وشعبه. وفور الأعلان عن استشهاد مستشار الرئيس سعد الحريري الدكتور محمد شطح، أمت بيت الوسط شخصيات دبلوماسية وحزبية مقدمة التعازي. نقدم التعزية الشخصية للعائلة وكل عائلات الضحايا في هذه العملية المجرمة الإجرامية والإرهابية، وندينها تماما، يعني ندينها باسم الحكومة الفرنسية. تكلم قبل دقائق الرئيس أولاند فرانسوا أولاند مع ميشيل سليمان حتى يقدم تعازي فرنسا لرئيس الجمهورية اللبنانية ميشيل سليمان، للعائلة عائلة محمد شطح، لكل الضحايا ولكل اللبنانيين. مرة أخرى هذه رسالة أكثر من محزنة لكل اللبنانيين ولكل أصدقاء لبنان، وندعو كل اللبنانيين للتوحد حول المؤسسات، حول رئيس الجمهورية. توسعت دائرة الإدانات الدولية والعربية لجريمة اغتيال الوزير السابق محمد شطح، مطالبة بمحاسبة المرتكبين ومشددة على دعم استقرار لبنان ودعم مؤسساته. تمحورت الردود العربية والدولية على اغتيال الوزير السابق محمد شطح حول ضرورة محاسبة المتورطين بالجريمة ودعم استقرار لبنان وأمنه وحريته. سفارة الولايات المتحدة في لبنان دانت الهجوم الإرهابي، ولفتت في بيان إلى تاريخ الوزير شطح الطويل في مجال تعزيز استقرار لبنان، متقدمة بأحر التعازي إلى أسرته وإلى عائلات جميع الضحايا والجرحى. وشددت السفارة على أنها تتطلع إلى أن تتخذ السلطات اللبنانية الإجراءات اللازمة لتحقيق دقيق وجلب المتورطين في الهجوم أمام العدالة، كما جددت دعمها للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي. ورأت السفارة في بيانها أن الهجوم يعزز التزام الولايات المتحدة بالدعوة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي، بما فيها القراران 1559 و1701، بالإضافة إلى اتفاق الطائف وإعلان بعبدة، كوسائل لدعم لبنان مستقر وآمن وحر. الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند دان في بيان الاعتداء الجبان بالسيارة المفخخة الذي أدى لاستشهاد الوزير شطح، وأوضح البيان أن هولاند تحادث هاتفيا مع الرئيس اللبناني سليمان وأكد له دعمه التام للحفاظ على أمن لبنان واستقراره، ودعا الرئيس الفرنسي كل الأطراف إلى العمل على الحفاظ على وحدة البلاد. وزير الخارجية البريطانية ويليام هيك دان بدوره التفجير، معتبرا أن هذا الهجوم الإرهابي يسلط الضوء على دعم بلاده لتحقيق الاستقرار في لبنان، وتوعد هيك بتقديم المسؤولين عن هذا الهجوم إلى العدالة، كما أبدى تعاطفه وتضامنه مع اللبنانيين وعائلات الشهداء الذين قتلوا في الانفجار.
السفارة الروسية في لبنان استنكرت بدورها في بيان التفجير الإرهابي الذي استهدف الوزير شطح، مؤكدة حرص موسكو على الاستقرار والأمن على الساحة اللبنانية، معزية عائلات الشهداء. كما رأت سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان أنجلينا إيخوريست أن اغتيال الوزير شطح رسالة ضد الاعتدال، وأعربت عن استنكارها للجريمة، لافتة إلى أنه كان لدى شطح مشروع لوضع لبنان على المستوى الدولي وتأمين حياده. كذلك تقدمت السفارة المصرية في بيروت بالتعازي وأعلنت الكويت إدانتها للانفجار. هذا وأعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن العمل الإرهابي في بيروت يرمي إلى إيجاد فتنة جديدة في لبنان، فيما اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي أن جريمة اغتيال الوزير شطح في هذا التوقيت هي استهداف لمواقفه الوطنية الوفاقية المعتدلة وانفتاحه السياسي. بدوره دان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الاعتداء الإرهابي المشين الذي أدى إلى مقتل الوزير. حملة البراميل المتفجرة مستمرة في حلب وانضمت إليها أحياء الريف الدمشقي في ظل استمرار القصف العشوائي على معظم البلدات والقرى السورية من كتائب الأسد الذي حصد أكثر من 90 قتيلا. قصف عنيف على مدينة الزبداني. تعددت الأشكال والإجرام واحد، معاناة مؤلمة للشعب السوري من جراء القصف الهمجي لقوات النظام الذي يستخدم كل أنواع الأسلحة والبراميل المتفجرة التي تتساقط على غالبية المحافظات السورية. ففي جمعة براميل الموت والرخصة الدولية التي شهدت تظاهرات حاشدة، استهدف القصف بالمدفعية الثقيلة منطقة جورة الشريبات جنوب العاصمة دمشق، بالإضافة إلى قصف حي القدم ومخيم اليرموك، فيما أغار الطيران الحربي على مدن وبلدات في ريف العاصمة ومناطق في الغوطة الشرقية، بالتزامن مع اشتباكات في منطقة ريما على طريق الأوتوستراد الدولي بمنطقة جبال القلمون، في حين ارتكبت كتائب الأسد مجزرة في حق المدنيين في مدينة النبك بعد محاولتهم النزوح من المدينة. من جهته ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن جيش النظام نصب كمينا لمقاتلين إسلاميين في جبال القلمون شمال العاصمة دمشق، ما أسفر عن مقتل 60 منهم على الأقل. قرى ريف حلب عاشت يوما إضافيا تحت قصف مروحيات النظام بالبراميل المتفجرة، حيث تجددت الغارات على أحياء الأشرفية والشيخ مقصود ومخيم حندرات ومحيط مشفى الكندي، وفي وقت انهمرت رجمات الصواريخ على أحياء حمص المحاصرة وسط اشتباكات بين الجيش الحر وقوات النظام على محاور عدة. طاول القصف العشوائي الأحياء السكنية في دير الزور والرقة وإدلب وحماة وسط اشتباكات عنيفة على أسوار مطار دير الزور العسكري، حيث أعلن الجيش الحر السيطرة بالكامل على مزرعة العميد أمام الباب الرئيس للمطار. وفي جنوب سوريا قصفت مدفعية الأسد أحياء طريق السد ومخيم درعا وأحياء درع البلد. أطلقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف أكبر نداء في تاريخها لإنقاذ الأطفال السوريين، وذكرت أنها بحاجة إلى 835 مليون دولار السنة المقبلة لتمويل جهود للاحتياجات الملحة للأطفال المتضررين، ويزيد المبلغ المطلوب بنسبة 77% عن العام الماضي، ويعد أكبر مبلغ تطلبه المنظمة من المانحين خلال تاريخها. وقدرت اليونيسف عدد الأطفال المحتاجين للمساعدات الإنسانية داخل سوريا بأربعة ملايين، إضافة لأكثر من مليون طفل لجأوا إلى الدول المجاورة. وتغطي الخطة احتياجات سوريا وخمس دول مجاورة هي لبنان والأردن وتركيا والعراق ومصر سنة 2014 بموازنة إجمالية تقدر بنحو 7 مليارات دولار أمريكي. تواصلت الاشتباكات بين قوات الأمن المصرية وأنصار جماعة الإخوان المسلمين في مدن مصرية عدة بعد إعلان الجماعة تنظيما إرهابيا. الاشتباكات وقعت بمساكن لطلاب جامعة الأزهر في القاهرة وفي مدينة الجيزة المجاورة وفي دمياط بدلتا النيل ومدن أخرى. وذكرت مصادر أمنية أن قوات الأمن قبضت على 88 عضوا في الجماعة في عدد من المحافظات في الساعات الماضية، كما فرقت بالقنابل المسيلة للدموع أعضاء الجماعة الذين استجابوا لدعوة وجهتها لتظاهرات بعد إعلانها إرهابية. لختام النشرة إعادة ثانية لعناوينها. الوزير محمد شطح شهيدا بانفجار إرهابي في وسط بيروت. محمد ما استسلم، أخي الحريري ما استسلم،
يا سمية ما استسلم، ثروة الأرز كل ما حتستسلم، وسعد الحريري ما حتستسلم. الرئيس سعد الحريري من اغتال وشطحهم أنفسهم من اغتال رفيق الحريري، والمتهمون هم أنفسهم الذين يرفضون المثول أمام المحكمة الدولية. أيها المجرم، ألم ترتوي بعد؟ ألم تكتفي بعد؟ قوى الرابع عشر من أذار تنعي الوزير شطح وتؤكد أن لبنان لن يموت ولن يركع ولن يستسلم. بهذا نصل إلى ختام النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. بحاجة إلى حكومة مسؤولة وفاعلة. في عندنا 25 أذار بعد الدروس خط أحمر، نحن ما حدا يلعب معنا.